سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. التعليم العالي، سفارة اليمن بالقاهرة أسقطت أسماء 5 طلاب أوائل حصلوا على منح واستبدلتهم بآخرين. سام تدعو الحكومة اليمنية لعدم الدفاع عن منتهكي حقوق الإنسان وإنصاف ضحايا الميليشيا. اعتقلت حراسته ونهبت محتوياته. مجاميع مسلحة تداهم منزل اللواء ناصر النوبة في عدن. المرصد الأورومتوسطي، نازحون هربوا من إجراءات الحزام الأمني في عدن فترقفتهم معتقلات الحوثيين. قتلى وجرحى في مواجهات بين مسلحين حوثيين وقبليين في النادرة شرق إب. إعلام الحوثيين، مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للتحالف بمحافظة عمران. ملثمون بلباس عسكري يقتحمون وكالة صرافة شمال عدن وينهبون مبالغ مالية. ماربرس، لغام حوثي اغتال حياة طفل جنوب الحديدة. تأسيس صالات مطار عتق تمهيدا لإعادة تشغيله. ميليشيا الحوثي تتجاهل فرق المراقبة في الحديدة وتهاجم مواقع الجيش. التغيير نت، التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين في صعدة، ومقتل طفل بانفجار لغم في خوخة بالحديدة. قصف حوثي مكثف على مواقع القوات المشتركة شرق الحديدة. تأهل منتخب اليمن الوطني للناشئين لكأس آسيا بفوزه على بنغلاديش بثلاثية نظيفة. الصحوانت، الحكومة توجه باتخاذ إجراءات للحد من المضاربة بالعملة وغسيل الأموال. تأثيث صالات مطار عتق تمهيدا لإعادة تشغيله. ميليشيا الحوثي تتجاهل فرق المراقبة في الحديدة وتهاجم مواقع الجيش. مادة قاتلة في أدوية مباعة في اليمن. أزمة مشتقات في حجة وارتفاع جنوني لأسعار السلع. وكالة سبأ، الحضرمي يلتقي وزير خارجية ساحل العاج. الهيئة العليا للأدوية تقر سحب ومنع أدوية لاحتوائها على مادة مسببة للسرطان. اجتماع بمأرب يناقش آليات حل مشكلة الكهرباء والغاز في المحافظة. رئيس الوزراء يؤكد على البنك المركزي مضاعفة جهوده للحفاظ على أسعار العملة الوطنية. اجتماع بمأرب يناقش آلية حل مشكلة الكهرباء والغاز في المحافظة. العاصمة أونلاين، الميليشيا تعتمد ملازم مؤسسها لتفسير الآيات في المناهج الدراسية. جبايات حوثية جديدة على المحال التجارية والورش في صنعاء. اليمنيون من نار الانتقالي إلى جحيم الحوثي. أزمة الغاز المفتعلة من الحوثيين تتسبب باحتراق باص نقل بصنعاء. في الذكرى 5 للنكبة، أزمة غاز جديدة بصنعاء وجرعة سارية. سبتمبر نت، الحديدة، ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها وتستهدف مواقع الجيش. انتزاع 5812 لغما حوثيا خلال سبتمبر الجاري. غارة جوية تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي شرقي صعدة. قتلى حوثيين بنيران أبطال الجيش الوطني في المطون بالجوف. الحديدة، ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات قتالية باتجاه الدريهمي. صعدة، هجوم مباغت للجيش في الصفراء يكبد ميليشيا الحوثي 7 قتلى. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية، الحوثي يمنح تصاريح لزينبيات باقتحام المنازل وخصوصية الناس. التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، تقرير الخبراء مليء بالثغرات. الشرق الأوسط، تشديد يمني على تثبيت قيمة العملة ومواجهة سياسات الانقلابيين. العربية نت، قيادات حوثية تتهاوى والميليشيا تعترف. لغام حوثي ينتزع براءة طفل يمني بالحديدة. الإرياني، 21 سبتمبر يوم أسود في تاريخ اليمن. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره موقع الصحوانت لرئيس إعلامية الإصلاح الأستاذ علي الجرادي، والذي تحدث فيه عن ثورة 26 سبتمبر، وقال إنها ثورة مع الإنسانية، وإنها كانت ضد الفقر والجهل والمرض
وهي ضد الإمامة بنسختها البائدة ونسختها الحوثية المتوحشة. يحفظ اليمنيون عنوانا بارزا لوصف ما حدث في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 باعتبارها ثورة ضد الفقر والجهل والمرض. لم تكن تلك وصفة الإمامة الكهنوتية البائدة ونسختها الحوثية المتوحشة سوى رأس جبل جليد يطفو على سطح الماء، إذ أن الفقر والجهل والمرض أعراض للنفسية المريضة الاستعلائية بنكهة شيطانية. أنا خير منه، ترى اليمني أقل شأنا وأدنى مرتبة ولا يستحق سوى حياة العبيد في خدمة السيد. العنصرية المتأصلة برداء ديني زائف تدعي نسبتها لنبي البشرية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأنهم أبناءه من جهة ابنته فاطمة، ولا ينسب الناس في الإسلام لأمهاتهم، ولم يعش للنبي ولدا ليقطع دابر التقولات العنصرية التي تدعي قداسة كاذبة تستعبد كرامة اليمني وتصادر حقوقه. هؤلاء أدعياء استحقاق أحقية الحكم والعلم استنادا للنسب أصله يعود لأبو البشرية آدم المخلوق من تراب كأساس للمساواة والتكريم الإلهي بنفحة من روح الله كرم بها بني البشر جميعا، ولقد كرمنا بني آدم. إن ثورة سبتمبر لم تكن ثورة ضد الفقر والجهل والمرض فحسب، تلك كانت أعراض للمرض الخبيث داء الاستعلاء العنصري وادعاء التفوق والتميز العرقي. ثورة سبتمبر ثورة كرامة ومساواة إنسانية أسقطت مشروع استعباد اليمنيين واعتبارهم رعايا في ملكية مملكة الشيطان بادعاء وهم السيادة. واليوم يقاتل اليمنيين الحوثي لأنه انقلب على الدولة اليمنية ومخرجات الحوار الوطني، وهذا هو المحور العسكري في الانقلاب الحوثي. أما ماهية الانقلاب وحيثياته فهو صراع بين مشروع الحرية والمساواة ومشروع الاستعباد والاستعلاء العنصري. مقاومة اليمن ضد فكر الكهنوت الإمامي ونسختها الإيرانية الجديدة الحوثي هو مشروع حياة يستند للكرامة والحرية والمساواة، وذلك أبعد من مشروع الانقلاب والمصالحة السياسية مع جماعة تؤمن عقائدياً بأن ما سوى عرقها من اليمنيين أدنى إنسانية وأقل كرامة. ثورة سبتمبر ثورة كرامة وإخاء ومساواة، ثورة ضد العنصرية والاستعباد السلالي. ثورة سبتمبر مقاومة انقلاب الحوثي اليوم هي ثورة كفاح مسلح عنوانها الإنسانية والمساواة ضد العنصرية التي تخلصت منها البشرية ودفعت ثمنا كبيرا لنيل حريتها وكرامتها. باختصار، معركة اليمني اليوم مع الكهنوت ليست نزهة ولا ترف، بل هي حرب فرضها الحوثي ويرفض التخلي عن وهم استعباد الناس بالقوة العسكرية لأنه يتخيل أنها فرصته الأخيرة في استعادة أوهام المسيدة، ولذا ليس أمامنا سوى النصر أو النصر. موقع التغيير نت نشر مقالا للكاتب خير الله خير الله، تحدث فيه عن 5 سنوات على انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على اليمن وعلى الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء، قائلا إن من يرزحون تحت سلطة الحوثي الكهنوتي إنهم مجرد مجموعة من الأسرى وليس لهم من الحقوق والحريات أي شيء. في مثل هذه الأيام قبل 5 سنوات وضع الحوثيون يدهم على صنعاء، وضع هؤلاء نهاية وإن مؤقتا لأي محاولة تستهدف تحسين وضع العاصمة اليمنية، خصوصا أنهم لا يمتلكون أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو حضاري قابل للحياة. كل ما يمتلكونه هو تحويل قسم من الشمال اليمني إلى قاعدة إيرانية من جهة، وتغيير طبيعة المجتمع الذي يوجدون فيه نحو مزيد من التخلف والتزمت والانغلاق من جهة أخرى. في مثل هذه الأيام لا يسع سوى التفكير بأهل صنعاء وما يعانونه بعدما أصبحوا أسرى مجموعة أقل ما يمكن أن توصف به، أنه ليس لديها سوى ما يسمى الصرخة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود التي تعني القتال من أجل القتال أو من أجل أن يعلو صوت إيران أكثر في المنطقة. صاروا صوت إيران في شبه الجزيرة العربية التي يعتبر اليمن جزءا لا يتجزأ منها. قبل 5 سنوات لدى دخولهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قيام نظام جديد قضى على ما قبله، أي على النظام الجمهوري في اليمن.
لم يكن ينقصه سوى الإعلان عن أن صنعاء والمنطقة المحيطة بها أصبحتا ولاية إيرانية، ينطلق جزء من الحرب التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية. ولولا عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي في مارس 2015 لكان اليمن كله وقع تحت سيطرة إيران، بما في ذلك عدن وميناء المخل الاستراتيجي الذي يتحكم بمضيق باب المندب المدخل الإجباري إلى البحر الأحمر وإلى قناة السويس. من مقالات الرأي والتحليل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من فيسبوك حيث يطالعنا منشور للكاتب الصحفي علي الفقي، حيث تحدث في منشور له عن غزو الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها، وقال إن غسل هذا العار سيتم مهما كلفنا ذلك من ثمن، وإن لم يكفي العمر فسنوصي أبناءنا وأجيالنا. مصممون على مسح العار الذي لحق باليمن جراء اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء، وإن كلفنا ذلك عمرا كاملا لنمسح عن وجه بلدنا الحبيبة هذه اللطخة التي علقت بها منذ نكبة 21 من سبتمبر 2014، وإن لم يكفي العمر سنوصي أولادنا بإكمال المهمة. الكاتب الصحفي عبد الخالق عطشان كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن الأسباب الكامنة وراء اجتياح الميليشيات لعواصم اليمن، سواء العاصمة اليمنيه صنعاء التي اجتاحتها ميليشيا الانقلاب قبل 5 سنوات، أو العاصمة المؤقتة عدن التي سيطرت عليها بقوة السلاح ميليشيا الانتقالي. من الطبيعي أن تسقط عدن بيد ميليشيا انقلابية في ظل استمرار تلك العوامل التي كانت سبباً في سقوط صنعاء ووجودها في عدن وبشكل أكبر وأبرز. ففي عدن توجد سلطات غير شرعية تضاهي الدولة وتنازعها القرار والسيادة، وهناك العديد من المناطق في المحافظات المحررة خارج نطاق السلطة الشرعية ولا تواجد للدولة فيها، في ظل تدخلات خارجية سافرة ومنازعة للقرار والسيادة. كل هذه العوامل هي السبب الرئيسي في سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار انقلابها كل هذه السنوات نتيجة توقف جبهة نهم ومعركة تحرير الحديدة وسقوط عدن بيد ميليشيا الانتقالي الانقلابية. ولن تعود عدن وتتحرك الجبهات وتتحرر صنعاء والحديدة وبقية المحافظات ما لم تفرض السلطة الشرعية هيبة الدولة وسلطتها وسيادتها على كافة المناطق والمحافظات المحررة، وتقضي على كافة الكيانات والتشكيلات المسلحة التي تنازعها السلطة والنفوذ في الداخل، وتحرر القرار السيادي والسياسي والعسكري والاقتصادي. أما رشاد المخلافي فقد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن محافظة مأرب التي تتزين بأعلام الجمهورية وصور الرئيس هادي في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مأرب القبلة والثورة والدولة والجمهورية. مأرب هي في الذكرى 57 والسادسة والخمسين لثورة اليمنية الخالدة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. ألق جمهورية سبتمبري أكتوبري مأرب وسبتمبر وأكتوبر عناق جمهوري بهي يضيء سماء اليمن، 3 نجوم يمنية تهدي التائهين إلى طريق الجمهورية والحرية والكرامة والوطنية بعزيمة صلبة وبروح النضال والتضحيات، ثلاثي الدولة والجمهورية للمضي قدما نحو المستقبل المنشود. مأرب ماضينا المجيد وحاضرنا القوي ومستقبلنا المشرق. أما الكاتب الصحفي خالد العلواني فقد نشر تغريدة له على صفحته في تويتر، تحدث فيه عن من يروجون لإشاعات تتحدث عن وجود علاقة بين الشرعية والحوثيين. بعض الكتاب لفرط عدميتهم يزعمون وجود علاقة بين الشرعية والحوثي، ويتبعون الافتراء بالقول إن هذه العلاقة عداء صارخ للتحالف، ويريدون إقناعنا أن الإمارات التي قصفت الجيش ودعمت التمرد هي التي تدافع عن الشرعية، فيما الشرعية تدعم الحوثي. باقي خطوة ويطالب الإمارات بقصف الشرعية نكاية بالحوثي. أما البراء شيبان فقد كتب تغريدة حول مظلومية القضية الجنوبية والحامل لها. التكاذب حول مظلومية القضية الجنوبية وادعاء المجلس المناطقي أنه يمثلها
قامت قوات تابعة للمجلس في عدن بمذهبة منزل أحد أبرز قيادة الحراك الجنوبي منذ 2007 اللواء ناصر النوبة، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا باعتقال حراسته ونهب محتويات المنزل. وكيل وزارة الشباب والرياضة نادية عبد الله كتبت تغريدة على صفحتها في تويتر تحدثت فيها عن ثورة 26 من سبتمبر، وقالت إنها الثورة ضد الفقر والجهل والأمية والإمامة، وقالت إنها ثورة ضد الإمامة المتوحشة. سبتمبر كرامتنا الإنسانية، يحفظ اليمنيون عنوانا بارزا لوصف ما حدث في ثورة 26 من سبتمبر باعتبارها ثورة ضد الفقر والجهل والمرض. لم تكن تلك وصفة الإمامة الكهنوتية البائدة ونسختها الحوثية المتوحشة سوى رأس جبل جليد. الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن من يعملون على نشر الشرعية من داخلها مطالبا باتخاذ قرارات صارمة بحقهم. نطالب الجندي المرابط في الجبهات بالثبات والتصدي لهجمات العدو، ونحث المواطن البسيط على الصبر ومقارعة ظلم الميليشيا. وفي ثنايا الشرعية وزراء سفراء محافظين ووكلاء لا يؤمنون بمشروعها ومصطفين مع أعدائها. يا فخامة الرئيس، من أمن العقوبة أساء الأدب؟ إذا لم تتخذ قرارات صارمة بحقهم فمعركتنا خاسرة. أما إبراهيم عسقين فقد كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن السلوك الشائن للميليشيات الحوثية وزعيمها زعيم التمرد والكذب والخيانة ونقض العهود والمواثيق، معلقا على اقتحامهم لقرى العود. القرى التي حاول اقتحامها الحوثيين في العود ونتج عنها شهداء من أبناء العود وقتلى من قبل الحوثيين هي القرى التي قاومتهم ورفض رجالها أن يدخلوا إليها كما بقية القرى. بالأمس هاجموها رغم أن هنالك اتفاق بعدم تعرض أحدهم للآخر، لا ذمة ولا عهد للحوثيين مطلقا. أما المحامي محمد المسوري فقد كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن ضرورة أن يلتف اليمنيون حول الشرعية وأن يتوحدوا صفا واحدا من أجل القضاء على المشروع الحوثي الكهنوتي، وإلا فإن الجمهورية ستبقى معلقة بأيدي الميليشيا. بقاء الوضع في اليمن بهذا الشكل يهدد الأمن القومي العربي والدولي، ومن يدعو للاستسلام وتقسيم اليمن بحسب رغبات بعض الداعمين هو في حقيقة الأمر يسلم رقبة الأشقاء المحيطين باليمن للجماعات الإرهابية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر لن تصبح في مأمن. على عقلاء العرب أن يتداركوا الأمر. عيسى الشلفوت تحدث عن احتفاء السلطة المحلية في مأرب ومحافظة مأرب وأبنائها بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر وتزين شوارع مأرب بصور الرئيس هادي وأعلام الجمهورية اليمنية. صور من مدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ وهي تتزين بالعلم الجمهوري وصور الرئيس هادي، هنا عبق ثورة 26 من سبتمبر، روح اليمن، نفس الثوار، رائحة الثورة. يتواجد أبناء 23 محافظة يمنية، لا يسألهم أحد من أنتم ولا من أي منطقة أتيتم ولا إلى أي حزب تنتمون، هنا اللحمة الصادقة والمواطنة المتساوية. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذا علي عزي يحييكم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.